صباح الخير، واليوم 18 أغسطس 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، عم تستعد للبدء بمشروع عمل بشكل تدريجي، والهدف منه التقليل من مخاطر نتائجه السلبية عليك، بالإضافة لمبادرة لطيفة تجاه أحد الزملاء رح تخليك بموقف قوي يسمح لك باستعادة حضورك المهني. عاطفيا عم تتحسن قنوات التواصل العاطفي ما بينك وبين الشريك، ولو أنك عتبان على تصرفاته المتناقضة معك، بالإضافة لرغبة بالسفر تبدو مهتم فيها. مولود برج الثور، تبدو متفائل بهيدا النهار، ورح تواجه الأمر الواقع بإنجاز مهني قريب يضمن لك دفعات مالية على مراحل، بالإضافة لعدة نشاطات متنوعة مرتبطة بأكثر من جهة. عاطفيا، مستجدات طارئة على الصعيد العاطفي رح تخليك تركز على حماية مصالحك واستقرارك مع الشريك بطريقتك بالرغم من اعتراض الجميع على موقفك معه. مولود الجوزاء، عم بتخف طاقتك وحماسك المهني بسبب حالة الجمود يلي عم بتعيشها بالوقت الحالي، ولكنك مستمر بجمع المعلومات المطلوبة يلي رح تساعدك على الانتقال باتجاه خطوة مكملة لمجالك الحالي. عاطفيا، تبدو مخاوفك تجاه الشريك غير مشروعة حتى لو النوايا صافية، بالإضافة لتغييرات جدية رح تجبرك على الالتزام ببعض القناعات أو المفاهيم الخاصة بالطرفين. مولود برج السرطان، عم بتعيش حالة من الخوف في ظل الانتقال المهني يلي ابتدت ملامحه تظهر قدامك بشكل أقوى، بالإضافة لاهتماماتك الدقيقة بتفاصيله المالية المتفق عليها بيناتكم قبل البدء بأي خطوة أمامية. عاطفيا، مزاجيتك الكلامية مع الشريك ما رح توصلك لأي نتيجة معه، ومن الضروري التقليل من حدة الضغوطات النفسية يلي عم تتحكم بمصير استقرارك مع الشريك. مولود الأسد، عم تجتهد على كسب موارد مالية جديدة ضمن إطار روتينك المعتاد، بالإضافة لاجتهاد خاص فيك مع أصحاب المستويات المهمة، من المحتمل تساعدك على الانتقال باتجاه مستوى مهني أفضل بأقصر وقت زمني. عاطفيا، تفكيرك الزايد بتطوير علاقتك مع الشريك لا يعتبر سهل بالوقت الحالي، ولكنه رح يترك الباب شبه مغلق بينك وبينه، بالإضافة لاهتمامك الواضح بوضعك الصحي. مولود العذراء، وضعك المهني ما بيتحمل تكرار نفس الأخطاء أو حتى المغامرة بإنجازاتك السابقة على حساب فرصة عمل جديدة أو شراكة مهنية ما اكتملت عناصر الأمان المادي فيها على المدى القريب ولا على المدى البعيد. عاطفيا، رغبة كل واحد فيكم بالبقاء إلى جانب الآخر رح تقوي من حالة الاشتياق العاطفي بيناتكم من جهة، ورح تساعدكم على تحديد موعد للسفر مشترك قريبا. مولود الميزان، عم بتعيش صراع مهني واضح، ويبدو انك مردد بخياراتك او بحسم قرارك فيما يتعلق بوظيفتك الحاليه، والوقت يعتبر مناسب لمباشره عمل جديد او الاستعداد لتوسيع اعمالك الخاصه. عاطفيا، تدخل بعض المقربين منك ما رح ياثر على النتيجه ابدا، وخصوصا فيما يتعلق بالمواضيع الخلافيه الدقيقه يلي عم تحصل بينك وبين الشريك. مولود العقرب، يبدو أن وضعك المهني رح يتطلب منك التقرب أكثر من رئيسك في العمل للتأكد من عدة أمور بوقت واحد، وخصوصا فيما يتعلق باستقرارك مع نفس الجهة. عاطفيا، التقلبات المرتبطة بوقت الشريك عم بتسبب لك ضغط نفسي وعاطفي غير مقبول، ونصيحتنا لك التمهل قبل الإقدام على أي خطوة عكسية معه. مولود القوس، تبدو مجبر على الدفاع عن نفسك وعن وظيفتك بسبب موقف متعمد حصل بينك وبين أحد الزملاء مرتبط بمسؤوليات مطلوبة منك وحدك، ومن المحتمل يعرضك لنفور غير محبب مع أصحاب القرار. عاطفيا، شخصيتك مع الشريك رح تساعدك على لفت اهتمامه فيك أكثر من أول، بالرغم من بعض الاختلافات الصغيرة يلي ما زالت واقفة بطريق استقراركم سوا. مولود الجدي، عم بتحاصرك الضغوطات المهنية اللي عم بتعيشها بشكل يومي، وتبدو غير قادر على حسم الأمر أو التنسيق مع أي جهة تانية بالوقت الراهن بسبب عدم اكتمال شروط المرحلة القادمة أو المقبل أنت عليها، وكمان كأنك متأمل فيها. عاطفيا، وضعك العاطفي مع الشريك بيطلب منك مساحة أكبر لمراجعة أولويات علاقتك معه بشكل إيجابي أكثر، الأجواء تبدو مناسبة لتحسين ظروفك الحياتية معه. مولود برج الدلو، الفلك عم يتحدث عن تغييرات مهنية مستجدة، من المحتمل تترك وراها فراغ مهني مفاجئ عند بعض الزملاء المقربين منك، وتبدو متخوف من تأثيراتها على استقرارك بوظيفتك الحالية. عاطفيا، تبدو غير قادر على التحكم بمشاعرك مع الشريك أو التغلب عليها بسبب عدم تفهم كيمياء الحب يلي بيناتكم بالشكل اللازم، وكأنه علاقتكم سوا أصبح مصبوغة
مصبوغة بعدة ألوان وخصوصا بهيدا الوقت. آخر الأبراج معنا مولود الحوت. عزيز الحوت عم تجتهد على إضافة تفاصيل جديدة مرتبطة بنشاط مهني خاص فيك بالإضافة لحرصك الدقيق على حماية وظيفتك الحالية، ومن المحتمل تتبدل الأمور لمصلحتك مع مرور الوقت. عاطفيا اهتمام كل طرف فيكم بتزيين مواقفه قدام الثاني ليعتبر هو الحل المثالي لاستعادة حرارة علاقتكم سوا، ومن الضروري الالتفات للحلول المقبولة عند الطرفين. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم نهار يكون كتير حلو.